يا سيدي على الجمال والحلاوة دي، ايه رأيكم بالله عليكم؟ ايه رأيكم فراخ مشوية بالرز الأصفر؟ مش رز بسمتي طبعا، ده رز أصفر بالبهارات بتاعتنا. ويلا بينا نبدأ الحلقة مع بعض، بس هوريكم القيامة. زيمكم مع السفرة شيك، حتة السفرة شيك فعلا، سفرة شيك، ودي الطحينة. ويلا بينا نبدأ الحلقة مع بعض، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده معايا الفرخ، تتبيله الفراخ المشويه. معانا فرخه ما تقلش عن 2.5 كيلو معايا اهي، او 2 كيلو وشويه يعني، اصلها غسيل تمام بالمحلول بتاعها. شفت الفرخه جميله ازاي ومصفياها خالص، وشفت الميه بتاعتها ميه نظيفه ورايقه خالص. هنتبلها على بيات. معانا جاي لي بهارات مشكله، جوز اختي كان في السعوديه وجاي جايب له بهارات مشكله، جايب لي توم باودر والسبع بهارات، شفت اللون بتاعها ايه، وعود قرفه، وماج جايب لي ماجي من دي، بس هي الواحده فيها 2 مكعبين، ورقه معلقه ملح صغيره، معلقه توم باودر، معلقه بابريكا، والسبع بهارات والحبهات، بس الحبان حصل. معانا بقى هناخد التوب، معانا 5 في 6 فصوص توب، ومعانا 3 حبايات طماطم، معانا بصلة وقرن فلفل اخضر. كل ده هناخده على شفشق الخلاط. هنحط الطماطم ونحط البصل وقرنان الفلفل وعود شبت بكزبرة والطم بتاعنا، ونحط التوابل بتاعتنا المشكلة والعود القرفة دي جميل جدا، السبع بهارات ريحتها جناية، ورقة الماجي، وهنا ليمونة، ليمونة خضرة، عصرة الليمونة الخضرة عليها، بس ما تحطوش عليها خل لان انا هبيتها في التتبيلة، هي ليمونة بتكفي، ليمونة بحالها. هتجيبي العصارة وتعصري ليمونة، كل البهارات ديت هنضربها في الخلاط، وهرجع لكم. ضربنا الخليط بتاعنا في الخلاط، هنجيب بولة ونحط فيها الفرخة بتاعتنا، وننزل عليها بالبهارات بالتتبيلة بتاعتنا، التتبيلة اللي ريحتها تجيب اخر الدنيا. محدش يستغرب عود الشبت، عود الشبت بالكزبرة دي بيديها ريحة في منتهى الجمال. هنقلبها مع بعض، وكده يا حبايبي انا قلبتها، شفت التتبيلة ده، هنبيتها ليلة كاملة في التلاجة بالشكل ده، بس بجد جميلة وجميلة. وهنحطها مع بطاطسيتين في قلب الصينية وفي الفرن، وشوية رز معاهم أصفر. وكده يا حبايبي الفرخة بعد ما بيتها في التلاجة ليلة كاملة، هنجيب صينية وهنجيب حتتين بطاطس ترنشات كده، مش هزود لأن مش محتاجة البطاطس. وهناخد الفرخة بالشكل ده، نزل الصينية يا حبيب قلبي، هندخلها الفرن ووراها لكم بعد ما تطلع، وهنعمل شوية رز بسمتي. والوقت يا حبيب قلبي حطيت معلقتين سمنة على معلقة زيت، وهنعمل رز، شوية رز بقى، شوية رز أصفر. جبنا بصلاية هنحمرها في الزيت، مش هنحمرها، احنا هنديلها تشويحة خفيفة خالص عشان هنعمل بوم الرز الأصفر. وبعد ما البصلة بتتبل بتاعتنا هننزل عليها بالبهارات بتاعتنا،
في الحالة دي هنجيب المية بتاعتنا جايباها من على النار، المية بتاعتنا هنجيبها من على النار، هنحط في حاجة معلقة كركم ونحط عليها، ننزل عليها بالمية المغلية دي، سر من أسرار الرز بتاعنا. هنقلبه، احنا هنعمل 3 كوبايات رز عليهم 4.5 كوبايات مية مغلية، يبقى 3 كوبايات عليهم ايه 4 كوبايات. شفت المية بتاعتنا لونها اصفر خالص، بس هو اكمن يكون ما فوق اللون بتاعه مش ظاهر قوي، دي بتدي اللون بتاعنا. احنا في الحالة دي عايزين الرز البصلة بتاعتنا ما بتحمرلش، احنا عايزينها تاخد اللون الذهبي الخفيف خالص. البصلة بتاعت الرز يا حبايبي ما بتحمرش، البصلة بتاعتنا بتاخد اللون الذهبي الخفيف او بتدبل كده. هناخد هنا البهارات بتاعتنا، توم بتاع 7 بهارات، وهنا معلقة ملح وماجي وعود قرفة، قرفة خشن. الماجي بتاعي عامل زي العجينة، مش الماجي اللي انا بستعمله على طول، الماجي ده عامل زي العجينة بيدوب على طول في اي حاجة. بنحط البهارات على البصل، هنديلهم تشويحة لما ريحتهم تطلع. وننزل عليهم ايه بالرز بتاعنا، 3 كوبايات رز هنديلهم تشويح، ولازم ايدينا فيه هنقلبه تقليبتين. انا غسل الرز يا حبايبي، هنديله تقليبتين بصاب كده ياخد السخونية بتاعت النار، وانزل عليهم بالمية بتاعتنا. المية بتاعتنا دي سر من اسرار المطاعم. شفت بقى لون الرز، لون الرز ده لون جميل في منتهى الجمال. دي العقد بتاع الرز بتاعنا، انا غطيه وهرجع اوريه لكم. ازاي يا حبايب قلبي، شكل اكلنا النهائي. دي الميه بتاعتنا الرز الاصفر، ايه رايك في اللون بتاعنا؟ وهنا الطحينة والليمون المعصفر، وكده سفرتنا النهائية. ويلا بينا نبدأ، ويلا بينا كده الشكل النهائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له اشتراك في القناة وتعليق حلو منكم واللايكات يا حبايب قلبي. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.